أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حديقة ربيع الإيمان، هذا البرنامج الطيب الذي نتفيأ فيه أشجار الإيمان الوارفة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، مع فضيلة الأستاذ الشيخ المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بكم فضيلة بارك الدكتور، الله بكم وجزاكم ونفع الله خيرا بكم على هذه الدقائق الغالية. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الحديث عن أمانة التكليف، ثم أمانة التبليغ، ثم أمانة التبيين، ونحن إن شاء الله نعود إلى الحديث عن الأمانة وميادينها الفسيحة التي تتناول كل أوامر دين الله تبارك وتعالى. فحديثنا اليوم إن شاء الله عن الأمانة مرة أخرى مع فضيلة الدكتور. دكتور، تحدثنا مبارح عن أمانة التكليف وجلينا شيئا طيبا منها، ثم أمانة التبليغ وهي للأنبياء عليهم السلام، ثم أمانة التبيين للعلماء. فهل عندكم إضافة دكتور عن أمانة التكليف؟ والله لعل أخطر أنواع الأمانة هذه الأمانة التي تفضلت بها، التكليف، لأنها تتصل بمصير الإنسان. نعم. وأحيانا يخطر في بالي أن بعض الموضوعات في حياتنا موضوعات مصيرية تحدد مصيرنا. أحيانا للتقريب ينجح الطالب من الصف السابع إلى الثامن، من الثامن إلى التاسع، من العاشر إلى الحادي عشر، أما الشهادة الثانوية في بعض البلاد منعطف. تحدد مصيره. نعم، منعطف. إما طبيب أو مهندس أو محامي إلى آخره. صحيح. فالأمانة موضوع مصيري. نعم. النقطة الدقيقة جدا هو أن الإنسان يعيش عمر محدد، بس هو خلق لجنة الله عز وجل، خلق للأبد. والدليل قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، الشاهد. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة. والفرق كبير جدا بين أن تتيقن أنك مخلوق للجنة وأن الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. هي مؤقت إدراج مني، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. جميل. فيأخذ ليعطي. آه ما شاء الله. يأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. سبحان الله. أنا أتصور أنه ما من إنسان يسلم ويسعد في هذه الدنيا إلا إذا عرف حقيقة الدنيا. فبين أن تراها محط الرحال ومنتهى الآمال وتسعى إليها وتنسى كل شيء، وبين أن تراها دار مرور وليست دار استقرار. والحقيقة إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها، بين أن تراها ممراً وليست مقراً. بالضبط كالعام الدراسي، البطولة في العام الدراسي الدراسة والمتابعة، حضور الدروس، الانتباه للمعلم، أداء الواجبات. أما الثياب والطعام والشراب والنزهات هي أشياء غير ممنوعة. نعم. في العام الدراسي، لكن ليست هدفاً بذاتها. نعم. فالإنسان حينما يأتي إلى الدنيا ويعرف سر وجوده يسعد. أنا أضرب مثل بسيط، إنسان سافر إلى باريس، لو سأل إلى أين أذهب نقول عجباً من هذا السؤال، لماذا جئت إلى هنا أصلاً؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، إن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، إن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. يعني أنت كائن متحرك، هذه الحركة إما أن تصح فأنت من أهل الجنة، وإما أن لا تصح فالإنسان من أهل النار. شيء خطير جدا. فالحركة متى تصح؟ إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك. دكتور، كيف؟ وفي حلقات سابقة أشرت إلى أن سر الوجود هو العبادة بالمفهوم الشمولي الواسع، أن تخضع لمنهج الله.
منهج الله عز وجل كما قلت يعني قد يزيد عن 500,000 بند. تفاصيل حياتك، كسب المال، انفاق المال، الزواج، تربية الأولاد، لقاءك مع من هو أقوى منك، ماذا ينبغي أن تفعل مع من هو أضعف منك، علاقة الإنسان بالمرض، بالصحة، بالغنى، بالفقر، موضوعات لا تعد ولا تحصى. هذا منهج تفصيلي. فالذي يفهم الإسلام على أنه أداء عبادات شعائرية ليس غير، هذا الذي أوصل المسلمين إلى ما هم عليه. يعني هذا الإسلام، النبي الكريم يقول لن تغلب أمتي، والحديث في الصحاح من 12,000 من قلة. فإذا هم 1,800,000,000 الآن، 1,800,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، صحيح، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. إذن في عندنا خلل خطير، وما لم نكتشف هذا الخلل وما لم نكتشف الحلول الناجعة لهذا الخلل لن نكون كما ينبغي. إذن قضية أن نعرف سر وجودنا هو الذي يحدد حركتنا في الحياة. دكتور، ما وجه الأمانة في معرفة سر الوجود وفهم يعني هذا الفهم الطيب الكريم؟ يعني الإنسان هو المخلوق الأول رتبة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو قبل حمل الأمانة. ما الأمانة؟ هنا نفسه التي بين جنبيه، جعلها أمانة عندك. نعم. وقال لك قد أفلح من زكاها. نعم. وقد خاب من دساها. ولا بد من أن نشير إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين النجاح والفلاح. النجاح جزئي، أما الفلاح شمولي. قد تنجح في جمع المال، قد تنجح في تسنم منصب رفيع. نعم. قد تنجح في الزواج، قد تنجح في تأسيس معمل. هذا نجاح جزئي. أما الفلاح أن تحقق الهدف من وجودك. الفلاح أن تنجح في الدنيا والآخرة، أن تنجح بدءا من نجاحك وإلى أبد الآبدين. هذا هو الفلاح. فلذلك لا يسمى من نجح في الدنيا فالحا، الفلاح لمن نجح في الدنيا والآخرة معا، والفلاح مسعد. والله معنى لطيف جدا. نعم، الفلاح مسعد جدا. نعم. يعني أنت حققت الهدف من وجودك. نعم. والإنسان دائما لو فرضنا انتسب إلى جامعة. نعم. ونجح، في مشاعر للنجاح مسعدة جدا لأنه الهدف تحقق. فأنت خلقت لمعرفة الله. نعم. خلقت للعمل الصالح. فإذا جاءت الحركة اليومية وفق هذا الهدف، هذا بيحقق سعادة كبيرة جدا. سماها علماء النفس ثقافة فرح الإنجاز. فرح الإنجاز. الإنسان إذا أنجز عملا خطيرا يفرح. نعم. إذا نجح يفرح. نعم. نجح في تجارته ينجح يفرح، نجح في تأليفه يفرح. فالفرح متعلق بالإنجاز. نعم. فالإنسان إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده هناك سعادة كبيرة تأتيه. نعم. والحقيقة السعادة شيء عميق جدا. جميل. الناس يتعاملون باللذائذ، والفرق كبير كبير بين اللذة والسعادة. كيف؟ اللذة متعة حسية تأتيك من الخارج. متعة حسية تأتيك من الخارج. جميل. وتحتاج إلى وقت وصحة ومال. ولحكمة بالغة 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 دائما ينقص الإنسان أحد هذه الشروط الثلاثة. في البدايات صحة جيدة وفي وقت، بس ما في مال. في منتصف الحياة، في أعلى درجة من النجاح، في صحة وفي مال بس ما في وقت. تقدمت به السن، سلم عمله إلى أولاده، صار في وقت وصار في مال بس ما في صحة. سبحان الله، خلقناكم أطوارا. نعم. سبحان الله. فالإنسان حينما ينقل أهدافه للآخرة، نعم، لازم أن تتبدل كل شروط حياته. سبحان. إذا نقلت الهدف للآخرة. نعم. وأقسم لك وأنا أرجو ألا أكون حانثا في هذا القسم.
أن الإنسان إذا آمن بالآخرة الإيمان الذي أراده الله لا بد من أن تنعكس كل مقاييسه. يا سلام. يعني الإنسان إذا آمن بالدنيا مقياسه الأول مقدار ما أخذ، أما إذا آمن بالآخرة مقياسه الأول مقدار ما أعطى. ما أعطى، يا سلام. والفرق كبير بين أن تعطي وبين أن تأخذ. سبحان الله. لذلك الذي ألف كتاباً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له بهذا الكتاب قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. لذلك أنا أقول دائماً يقع على رأس الهرم البشري، الهرم البشري، البشر من يومين سبعة مليارات صرنا. نعم. يقع على رأس سبعة مليارات زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. وفرق كبير بين أن تملك قلب الإنسان وبين أن تملك رقبته. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. سبحان الله. أما معظم البشر أخذوا وأعطوا. دكتور، لعل هذا يعني المعنى يستنبط كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني ربط بين الإيمان والأمانة. يعني هو الحقيقة أخطر موضوعات الأمانة أمانة التكليف. أن تؤدي الأمانة التي خلقت من أجلها، يعني أن تعرف الله وأن تستقيم على أمره وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح. هي أخطر موضوع في الأمانة. أنا جئت إلى الدنيا من أجل أن أعرفه وأن أخضع لمنهجه وأن أتقرب إليه بالعمل الصالح. فإذا كنت في هذا وهذا وهذا حققت الهدف من وجودي. لذلك النقطة الدقيقة أنه الله عز وجل سخر هذا الكون لهذا الإنسان تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي الكريم صلى الله لما عليه رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، خير ننتفع بضوئه، ورشد يرشدنا إلى الله، يرشدنا إلى الله. وعلامات والنجم يهتدون. وأنا أؤكد أن كل شيء على الإطلاق بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة له وظيفتان: وظيفة نفعية ننتفع بها، وظيفة إرشادية ترشدنا إلى الله عز وجل. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض هو العبادة الأولى، لأن هذه العبادة تضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. أمانتك ومسؤوليتك. هذه العبادة التفكر هي أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. أكرمكم الله دكتور. نقف عند الباب الواسع الذي ندخل فيه إلى الله عز وجل ونعود منه إن شاء الله بعد فاصل يسير. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، سنعود بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير إلى فضيلة الدكتور لندخل من هذا الباب الواسع إلى ربيع الإيمان مرة أخرى، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نعود معكم إن شاء الله تعالى من الباب الواسع الذي وقفنا عنده ولم نخرج منه ولن نخرج منه أبدا بإذن الله تعالى، ألا وهو التفكر لمعرفة الله عز وجل والوقوف أمام الأمانات والمسؤوليات. وعودا إلى فضيلة الدكتور، مرحبا بك مرة أخرى. بارك الله بكم ونفع بكم. وقفنا دكتور عند الحديث عن الباب الواسع، قلنا أن التفكر أرقى عبادة وأوسع أبواب لفي معرفة الله عز وجل. الحقيقة أن أصل الدين معرفة الله. أنت إذا عرفت الآمر وهو الله تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية. هذا حال بعض المسلمين اليوم، لأنه قيمة الأمر من الآمر. فأنت حينما تتلقى أمر وأنت في الخدمة الإلزامية من عريف غير الأمر من لواء. صحيح. فرق كبير. صحيح. فأنت إذا عرفت من هو الآمر تتفانى في طاعته. فلذلك لعل
السر في انصراف الناس عن الدين، مع أنهم درسوا في التعليم العبادات والمعاملات والأمانة والصدق وإلى آخره، هو ضعف معرفتهم بالآمر. لكن دكتور أنت تضرب مثلاً جميلاً لهذا المعنى في قضية الذي يملك خريطة القصر والذي يملك القصر، لأن الناس ربما لم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة، نعم، فلم يتذوقوا حلاوة الطاعة. يعني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحقيقة الفرق كبير كبير بين حقائق الإيمان وبين حلاوة الإيمان. حقائق الإيمان عند خارط قصر، معك مساحاته، معك عدد غرفه، معك شرفاته، حدائقه، معك مئة معلومة، لكن كل هذه المعلومات ورق بورق. أما أن تملك هذا القصر وأن تسكنه مسافة كبيرة جدا، هذه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الذي يجعلك كالمرجل، حلاوة الإيمان الذي يجعلك تندفع كالمحرك، حلاوة الإيمان الذي يدفعك إلى أن تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، حلاوة الإيمان. ولذلك قال بعض السلف إننا نعيش حلاوة لو علمها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. والذي قالها ملك. نعم سبحان الله. ولأن الذي قالها ملك إبراهيم ابن الأدهم، كان ملكا فصار عارفا بالله. قال لو يعلم الملوك وكان ملكا. سبحان الله. ما نحن عليه. يعني ما وجد شيئا أعظم من حلاوة التي يعيشها الملوك. لأنه الإنسان يعني أحد أسباب لذته في الدنيا يتصل بشيء منحه الله ومضى من جماله، فمنظر البحر جميل، جبل أخضر جميل، طفل صغير له شكل جذاب جميل، في طعام طيب، في منظر جميل، فهذا الإحساس بالجمال ناتج عن اتصالك بشيء أخذ من الله مسحة من جماله. يا سلام. فكيف إذا اتصلت بأصل الجمال؟ يا سلام. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. الله. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. الله. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. الله. ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. اللهم أذقنا لذة الإيمان. أقول لك بدقة بالغة إن شاء الله، ما من شيء يؤلم المؤمن كأن يحجب عن الله. حجاب. والله أقرأ الآية يقشعر منها بدني. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني الصلة بالله أن تشعر أنه الله بيحبك، الله معك. وعبد الله كأنك ترى. أنت في تحت مظلته، أنت تحت رعايته، أنت تحت عنايته، شيء رائع جدا. يعني أنا أقول كلمة، إن لم تقل أنا أسعد من على الأرض إلا أن يكون أتقى مني، يكون في بالإيمان مشكلة. أحد إخواني ذهب إلى الحج، فلما عاد زرته في البيت مهنئاً بعودته، أقسم لي بالله وبكى، قال لي والله ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. سبحان الله. فالإيمان شيء مذهل. الإيمان أنت عرفت خالق الأكوان، عرفت ملك الملوك، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، عرفت القيوم، عرفت الحي، عرفت الرحمن الرحيم، عرفت العليم. يعني أنت أن تعرف الله عرفت كل شيء. لذلك ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. دكتور يعني هل هذا يشبه ما قاله بعض العارفين أو بعض العلماء أن الذي يترك
مجالسة الملوك والأدباء والعلماء والكبراء والأكابر إلى مجالسة الناس الأصاغر، هذا يعني قد جحد نعمة الله تبارك وتعالى. فلعل هذا المقصود من أن يبعد الإنسان أو ابتعد الإنسان عن لذة وحلاوة الإيمان إلى لذائذ الدنيا التي ذكرتها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر إلهي. نحن في عنا نقطة دقيقة، نحن نتوهم أحياناً أنه الأوامر الإلهية خمسة فقط، الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أنا أرى في 500,000 أمر، أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. نعم، هي قاعدة أصولية. نعم أبداً، إلا إذا ورد القرينة وردت قرينة تصرفه بقرينة، يعني نعم. تصرفه عن أن يكون أمر تهديد. نعم. ومن شاء فليكفر. نعم. الأمر تهديد طبعا. نعم جميل. طيب دكتور، الحقيقة الحديث عن أمانة التكليف ربما لا ينتهي، ولكن هناك ميادين أخرى للأمانة. نعم. جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكدها، منها مثلا على سبيل المثال أمانة الأسرة، أمانة الستر على الأعراض، أمانة تربية الأبناء. وحقيقة هذا لكن القسم الأول بس بدي أختمه بكلمة واحدة. نعم. الكلمة الواحدة أنك إذا عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت منهجه وأطعته وتقربت إليه حققت، أديت أمانة التكليف. جميل. وهي أكبر أمانة، والأمانة الأولى، والأمانة المصيرية، والأمانة التي تتعلق بالآخرة. جميل. نعم. جميل. ولذلك دكتور، يعني الإنسان كلما تفانى في طاعة الله وعبادة الله كلما كان أكثر أداء للأمانة التي حملها. هذا معنى جميل جدا. يعني مبدئيا سوف نعدد أمانات معينة. نعم. ما دليلها؟ يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات. الأمانات جاءت جمعا. نعم. لأنها جاءت جمعا إذن هناك أمانات مجموعة. عديدة. نعم. وذلك قول الله تبارك وتعالى كذلك، لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم كما تفضل. نعم. جاءت مجتمعة. طب دكتور، نعرج قليلا على أمانة الأسر والتربية وأمانة المجالس وأمانة الأعراض. نعم. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الزوج أو الزوجة التي تبيت مع زوجها أو يبيت مع زوجته، ثم يصبح في اليوم التالي ينشر السترة ويفضح ما دار في غرفة النوم أو في العلاقات الخاصة من سر زوجته، لا سيما أثناء الخصومة. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك من علامات النفاق، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، ومنها أنه يعني إذا أتمنا خان. ولا شك أن الأسر والعلاقات الخاصة من الأمانات. نعم. الحقيقة أذكر قصة أنه سائق سيارة كبيرة عامة في لندن صعد راكب من الركاب وهو راوي القصة، أعطاه مبلغ ورقة نقدية كبيرة ولتكن 10 جنيهات، رد له التتمة. جلس هذا الراكب في المقعد، عد هذه الأوراق الجزئية تتمة 10 جنيهات، رآها تزيد 20 بنس عما يستحق. دخل في صراع. مرة قال: إنها شركة كبيرة عملاقة والمبلغ زهيد لا قيمة له، وأنا أحوج إليه. ثم غلب عليه الورع، قال: لا، هذا المبلغ ليس لي. فالنتيجة بعد صراع مديد، فلما وقف ليغادر المركبة أعطى السائق 20 بنس. ابتسم السائق. لما ابتسم؟ قال له: ألست خطيب هذا المسجد؟ فهو يبدو أنه كان يركب المركبة العامة مستمر. بشكل مستمر ينزل عند المسجد. نعم. هو خطيب مسجد وإمام مسجد. نعم. قال له: بلى. قال له: والله أردت أن أمتحنك بهذا المبلغ. يا الله. فهذا الإمام وقع على الأرض مخشيا عليه، فلما صحى قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله 20 بنسا. الله الله. فالإنسان أيام يمتحن. هلأ كم مسلم بالأرض ببيع دينه بيمين كاذبة؟ كم مسلم ببيع دينه ببيت يحتله بحسب القانون بس ليس له؟ في مليون معصية هي الحقيقة مخالفة للأمانة. مخالفة للأمانة الكبرى. يعني هي الأمانة موضوع خطير. نعم. جدا، لعله أخطر موضوع في هذه الحلقات. نعم.
الأمانة شيء خطير جدا. الآن إيمانك أداء للأمانة، استقامتك أداء للأمانة، عملك الصالح أداء للأمانة. هذه الأمانة الأولى أمانة التكليف. الآن تزوجت، قبل موضوع نشر سترها أو كذا، هذه الزوجة أمانة في رقبتك. صحيح. هل أخذت بيدها إلى الله؟ إذا أكرمتها أخذت بيدها إلى الله. طيب دكتور، إذا قسوت عليها وبخلت عليها أبعدتها عن دينك. أنا أقول كلمة، أولاً الكلمة لها شقان. الآن لا يحترم دينك في هذا العصر بالذات، وقد تعفيني من الدليل، لا يحترم دينك إلا إذا تفوقت في دنياك. نعم. أيوة. ثاني، لا يقبل منك التوجيه الديني إلا إذا كنت محسنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فلا يقبل دينك عند الآخر إلا إذا كنت متفوقا. نعم. مثلا طالب درس بجامعات أجنبية، أخذ الدرجة الأولى، إذا كان هذا يصلي ويؤدي واجباته الدينية ويغض بصره، أعطى للدين مكانة كبيرة. فلذلك الأشخاص المتفوقون إذا تدينوا لهم أثر كبير جدا، كبير جدا جدا. فأنا أتمنى إذا إنسان الله أكرمه بتفوق دراسي، تفوق بمنصب، هذا إذا طبق الدين. مرة يعني في مستشفى ممرضة تصلي، لكن لا أحد يصلي معها إطلاقا. فلما علمت أن أكبر طبيب جراح في المستشفى يصلي، شعرت بطمأنينة وشعرت بسعادة لا توصف. فهؤلاء الذين أكرمهم الله بمنصب معين، بمكان معين، بعلم معين، بشهادة معينة، هؤلاء إذا تدينوا كانوا قدوة للآخرين. دكتور بارك الله فيك وأحسن الله إليك، يعني هذه الحقيقة الإطلالة الجميلة على ربيع الإيمان وعلى أزهار الياني على اليافعة لا بد لها من عود إن شاء الله، ولكن الوقت داهمنا، فنعود بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن أنواع الأمانة الأخرى إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، لم ننتهي بعد من تجلية ومن لم ننتهي بعد من رحلتنا وجولتنا في حديقة ربيع الإيمان وحديقة الأمانة بشكل خاص، نعود لها بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فكونوا معنا إذ ذاك إن شاء الله. وفي نهاية هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر، وأتقدم كذلك الشكر الجزيل العميق إلى فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.